إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ودعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وخذتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة من هدية جديدة قد تحتاج إلى عشرة لقاءات إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أفند فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار الآن ضد الإسلام، لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ولا يتولى كبرها المستشرقون كما كان الآن قديما، بل يتولى كبرها ويشعل نيرانها الآن رجال من جيلتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون سورا لإسلامنا. سلسلة منهجية جديدة أفند فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار الآن ضد الإسلام، لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ولا يتولى كبرها المستشرقون كما كان الحال قديما، بل يتولى كبرها ويشعل نيرانها رجال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون نورا لإسلامنا. وصدق ربي إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقد وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هذا الصنف الخبيث وصفا دقيقا محكما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث زهير
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وسوء، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي زاده الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت قذفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في فتنان الإبل. وبكل أسف يسمون في بلاد المسلمين الآن بالنخبة من أصحاب الفكر والأدب والفن، ممن وثيقوا بهذا من الدعاية الكاذبة تغطي سواقهم وتسكن جهلهم وتنفق فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. إليه أعماق البسطاء من المسلمين إليه الليل، وهم في الحقيقة كالفضل الأشرف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. فما مانا سنرد جائزة الدولة الإنساوية إلا إماما لآياته الشيطانية، تلك النخبة من أصحاب السجود الفكري التي وضعت الآن على الأعناق، بل وعلمت أن أخطر طريق للوصول إلى الشهرة الكاذبة هو الميل من ثوابت وأصول الإسلام. فما لنا سند رشد وضيع جائزة الدولة النسوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية، وما أحسن الله بن جنود جائزة الدكتور الفرنسية إلا لروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر، وما نال يزيد محفوظ جائزة نوبل إلا لأولاد قارتنا، وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية. وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله، بكوا عليه الدموع مدرارا إلا يوم أن تطاول على ثوابت الإسلام ودكى أصوله من أولها إلى آخرها. نخبة أصيبت بسجود فكري، والمصيبة الكبرى أنهم يعلنون الحرب على ثوابت الإسلام وأصوله تحت شعار مزيف تسمى بشعار حرية الفكر والرأي، يسمى بشعار حرية الفكر والرأي تحت شعار فتح آفاق المعرفة والخروج من الظلامية والرجعية والانحلاقية والتعصب والتزلف. مع أنهم يعلمون يقينا أن ما يقولونه لا يمس بأدنى صلة إلى حرية الفكر والرأي، فلا يستطيع أحدهم أن يتطاول أبدا على أصول الدولة أو على أمن الدولة أو على قيادة الدولة أو حتى على تقييس من قصروجة الدولة، لأن هذا لا يمكن بحال أن ينزلق تحت حرية الفكر والرأي. هم يعلمون ذلك جيدا، فهل التطاول على ذات الله جل جلاله من حرية الفكر والرأي؟ أن التطاول على القرآن والتشكيك في القرآن لحرية الفكر والرأي؟ أن التطاول على ثواب
الباطل، أنا عارف مخلقة النشطة من حرية الفكر والرأي، قليل من الإنصاف والعدل يا سادة، قليل من الإنصاف والعدل يا أدعياء الأدب والفكر في أمتنا الإسلامية والعربية. تلك إذا حكمة جيدة أن نتطاول على قانون الدولة ودستور الدولة وقيادات الدولة في الوقت الذي نتطاول فيه على الله وعلى القرآن وعلى الدين وعلى أصحاب النبي وعلى أصول وثوابت الإسلام. قليل من الإنصاف والحق يا سادة لنصل إلى الحقيقة، فما تروجون إليه الآن لا يمس بأدنى صلة لحرية الفكر والرأي. فنحن مع حرية الفكر ومع حرية الرأي، لكن بضوابط الشرع، بضوابط الإسلام الذي تدين به الأمة، بضوابط الإسلام الذي يحبه أبطال هذا البلد. نحن مع حرية الفكر والرأي، بل إن الإسلام دين الحرية، بل إن الإسلام دين يدعو إلى الحريات بالضوابط الشرعية المعلومة المعروفة. أما أن يتطاول على ثوابت وأصول الدين بحرية الفكر والرأي فليس هذا من الدين، بل ولا حتى من الأخلاق، بل ولا حتى من الأدب في شيء. بدأ هؤلاء الذين في المنزل المخبح بإعلان الفرج عن الصحابة، وأردت أن أوضح من الآن أنني سوف أكرر هذه السلسلة في كل مكان أذهب إليه لأنه مرض العصر الآن. بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة، وهذا هو أول لقاء أستهل به السلسلة التي أسميتها بالحرب على الثوابت، الحرب على الصحابة. وجعلني في نقاط محددة حتى لا ينسحب نقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، بعد هذه المقدمة سأركز الحديث الحرب على الصحابة تحت هذا العنوان الحرب على الثوابت للأصول التالية. أولا حرب سابقة، ثانيا مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله، ثالثا وهل يسب الأطهار، وأخيرا هم القدوة فأعرف لهم قدرهم، فأعينوني بالقلوب والأسماع جيدا أيها الأخيار. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا حرب سابقة، ظهرت كتب خبيثة في السوق الآن شنت حربا على الصحابة بألفاظ خطرة فاجرة يعد الكتاب الطيب عن ذكر فقرة من هذه الفقرات. والله لولا أننا نود أن نثبت لحضراتكم بالدليل خبث عقيدتهم وفساد هويتهم ما ذكرت كلمة واحدة من كلماتهم الخبيثة التي سئلت بها الكتب التي تقطع الآن وتروج في المعارض والأسواق والمكتبات. والصحابة لماذا بدأوا بإعلان الحرب عليهم؟ انتبهوا يا شباب، لماذا بدأوا بإعلان الحرب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ أبو زرعة من جوابه على هذا السؤال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. انتبهتم للجواب؟ هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن الله وعن رسول الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من وجد
يجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب النبي فقد اصابه قول الله تعالى ليغيظ به الكفار. وقال الامام الطحاوي في عقيدته المشهوره: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يتداول هؤلاء الاقدار على هذه القمم على اهل الطهر والعزه والكرامه. فاقول رفيع وضيع، وكما ذكرت في خطبتي امواج العزه وفخره الايمان، ليس من الفتح ولا من الحكمة ان اذكر اسماء هؤلاء او اسماء كتبهم حتى لا اروج لاسمائهم ولا لكتبهم من حيث لا ندري. والا فانا اعي ما اقول تماما حينما انقل عن احدهم كلامه بالحرف، اعلم انني قد ساسال عن حائل هذا وعن مصدر كلامه. اذا كان اقول يقول احدهم بالحرف، يقول ان الصحابه كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. تصور ان مجتمع الصحابه هكذا، الصحابة الذين رداهم رسول الله، يقول هذا رفيع وضيع ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مساجين الصحابة، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول: ولما كان التقاط الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يتيح لهم ان يمروا في المسجد وهم سنه. انت ذكرت هذه الكلمات الخبيثه: ولما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يبيح لهم ان يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثه مثال طريقتهم وخبث عقيدتهم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويقول هذا الرفيع الوضيع ايضا: لما ارسل علي بن ابي طالب ابنته ام كلثوم الى خطيبها عمر بن الخطاب، بادر عمر بمعاينه ساقيها ليتاكد من جوده البضاعه او جوده الصدق. اتحدى هذا الجسم ان يتطاول على خفيه او على وجهه او على غريب الاول، لكن التطاول على اصغر الخلق بعد الانبياء اصبح ايسر الطرق للشهرة الكاذبة للشهرة الخبيثة. ما على احدهم الا ان يملأ قلمه بنداد النجس بنداد العذر ليتطاول على اصغر الخلق بعد الانبياء. ايها الاحبه، اود ان تنتبهوا لهذا التقسيم المهم. لا يجوز البته لرجل فائز العقيده مريض القلب مشوش الفكر ان يتطاول او ان يكذب حتى عن اصحاب النبي
عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيح المفرطين والكذابين والوضعين. تكرر هذا التأثير لأهميته. لا يجوز الفتة لرجل ذات العقيدة مريض القلب مشوش الفكر أن يتحدث عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيح المغرضين والكذابين والوضعين. على أي حال، أنا لا أرى لهؤلاء الأقدام الأنساب الذين يتطاولون على أهل الظهر، لا أرى لهم مثلا ورد الكعبة إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على مقلة تمر علاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنطلق قالت لنخلة التمر العلاقة: كما تدري أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العلاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل سعوت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نفسه الابتلاء؟ هل يضر السماء ان تمتد اليها يا انسان؟ لا. فالذي رفع قدر اصحاب النبي وزكاه هو الرب العلي والحبيب النبي، وهذا هو عنصرنا الثاني في ايجاز مكانه الصحابه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لاصحاب النبي ابتداء: كنتم خير امه اخرجت للناس. والصحابة هم المخاطبون ابتداء لهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم المخاطبون بقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهم المخاطبون بقوله تعالى: والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا. والصحابة هم المخاطبون بقول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآل
فكر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن هو اشح نفسه فاولئك هم المفلحون. ووالله لو وقفت الان لابين لحضراتكم مكانة الصحابة عند الله بآيات مجردة من كتاب الله لاحتجت إلى لقاءات متتالية متوالية. فمكانة الصحابة عند الله عظيمة ومكانة الصحابة عند رسوله كريمة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني شهادات من الله وشهادات من رسول الله نستمع اليه الان. قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشقوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. لا تشقوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. وفي الصحيحين من حديث انس انه قال مروا بجنازه على النبي وهو يجلس بين الصحابه فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام وجد. فمروا بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لا وجه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام مرت جنازه فاثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنه ومرت اخرى فاثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار فانتم شهداء الله في الارض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي نظر يوما إلى النجوم في أفق السماء نظر إلى النجوم في السماء يوما فقال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مدوعا وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة بن عمر أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال
وصهيب وعمار، فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان قالوا والله ما أخرجت سيوف الله من عدو الله مأخذا، يقصدون أبا سفيان، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. فلما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة غضب وقال أتقولون هذا لسيف قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وانطلق إلى النبي فأخبره بما قالوا وبما قال، اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ولمن؟ لأبي بكر، للرجل الأول في الأمة بعد نبينا. ماذا قال النبي للصديق؟ قال النبي يا أبا بكر لعلك أغضبته، لعلك أغضبته أي أغضبت بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا، بلالا وسلمانا وصهيبا، لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ولم لا؟ هؤلاء هم الذين عوتب فيهم رسول الله ونزل عليه قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لعلك أغضبته، فلئن كنت أغضبته فلقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع الصديق يجري إلى أصحاب النبي وهو يقول إخوتاه أو غضبتم مني؟ فقالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. وأختم بهذا الحديث وإن كان في سنده مجهول من باب الأمانة العلمية، إلا أن متنه ثابت كما ذكرت من أحاديث السابقة، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. أيها الأحبة، هل يسب هؤلاء؟ هل يسب هؤلاء الذين زكاهم الله وعدلهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسب الأظهار؟ هل هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء؟ هل يسب أبو بكر؟ هل يسب عمر؟ هل يسب عثمان؟ هل يسب علي؟ هل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسب تطبيق الأمة رضوان الله عليه، ذلك العملاق الكبير الذي لا أرفع من قدره الآن وأنا أدافع عنه، لا وربي من أرفع من قدر نفسي ومن قدر إخواني، وأنا أشرف قدري وقدرة بالذكر عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، صديق الأمة، رفيق النبي في جميع الأطوار، وصاحب النبي في الأسفار، وفتيع النبي في الروضة المخلوقة للأنوار، السابق إلى التصديق، المؤيد من الله بالمدد والتوفيق، أحق رجل إلى أرض سيد الرجال. ففي صحيح البخاري من حديث عمر قال يا رسول الله أي الناس أحق إلي؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوه، قال سيدنا من؟ قال سيدنا عمر الصديق الذي لم يتنعزل في إيمانه قط ولم يتردد طرفة عينه، بل كان شعار هذا العملاق الطاهر الكبير إذا تشككت الصدور وتلعثمت الكلمات والأمثلة كان شعار التصريح
اذا تأثمت الامور وتلتفت الكلمات في الصدور. ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق، انتهى الامر. محمد قال لا اكثر، قال في الاسراء لا اكثر، قال في الاسلام لا اكثر، قال يا ابن الخليليه لا اكثر. ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ولذلك يقول عمر والاثر في مثل لاحمد في سنه الحسن، قال عمر لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر. الا هو الذي سبق به الصديق جميع اصحاب رسول الله، لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر رضي الله عنه. نعم يا اخوه، الصديق رضوان الله عليه الذي لم يدع سبيلا من سبل الخير الا وسلكه. ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه بثواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، وان كان من اهل الجهاد اسال الله ان يرفع عنه دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الرياض. فقال الصديق، ولا يقول هذا الا الصديق، قال ابو بكر يا رسول الله وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال الصديق وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى نعم وانت هو يا ابا بكر، هذه مكانتك وتلك منزلتك. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي سال الصحابه يوما من اصبح اليوم منكم صائما؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن عاش اليوم منكم مريضا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازه؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. الصديق رضوان الله عليه ذلكم الرجل الجليل في بساطه، القوي في تواضع ورحمه. الصديق رضوان الله عليه الذي بين النبي للامه مكانته قبل موته بايام قليله، يوم ارتقى النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد فقال عليه الصلاه والسلام: ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وبدا والتفت الى حبيبه ومصطفاه وقال: بابي انت وامي يا رسول الله، فديناك بامالنا، فديناك بامهاتنا، فديناك باموالنا وانفسنا واولادنا. فضج الناس في المسجد وتعجبوا من صنيع وكلام ابي بكر وقالوا عجبا لهذا الشيخ، رسول يتكلم عن عقل مخير بين الدنيا والاخره فاختار الاخره، فلماذا يقول الصديق هذا؟ الا ان الصديق كما قال ابو سعيد كان افهم الصحابه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد علم الصديق ان العقل المخير هو المصطفى. فقال النبي على رسلك يا ابا بكر، ثم قال لابي هو وامه: ايها الناس ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، وما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابي بكر.
كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. وانظروا إلى الأبواب التي تقف تطل على المسجد فشدوها من اليوم إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفصل العلماء إلى أن في هذه الكلمة إشارة إلى أن الباب الذي سيظل مفتوحا بعد موت المصطفى هو باب أبي بكر رضي الله عنه، فهو أكثر الصحابة بلا نزاع ليتقدم ليشد فراغا رهيبا سيطرقه المصطفى لموته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، وتجلى إمام الصديق وتجلى يقين الصديق، فمن خلال مطالعتي لسيرة هذا الطاهر العلاج أرى أن أعظم وأجل موته وقته الصديق لهذه الأمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاشت عقول الصحابة حتى قال الفاروق الأول عمر: إن رسول الله ما مات بل ذهب لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. تصور أن عمر الفاروق يقول هذا فما ظنك بما رآنه سائر الصحب الكرام، إلا أن الله قد ثبت الصديق رضي الله عنه وتجلى في هذا اليوم إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، فشق الصفوف ودخل على غرفة حبيبه رسول الله في حجرة عائشة، فوجد المصطفى مستشفيا وعلم أن الأمر قد تم وأن المسلمة قد وقعت، فأن رسول الله قد مات، فقتل الصديق رسول الله ونادى عليه كما في الرواية التي حسنها الألباني في مختصر الشمائل، نادى عليه وهو يبكي ويقول: يا نبي يا نبي يا صفي يا صفي يا حبيبا يا خليلا. ثم قال كما في لفظ الصحيحين: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فخذ ولا ألم عليك بعد اليوم. فخرج الصديق إلى الناس على رجلك يا عمر، اصبر يا عمر. فخطب الناس خطبة عصباء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي من قبله الرسل. فإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعقر عمر صدق على الرب عمر وعلم ان حبيبه قد مات. الا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللنظر ماسيا، الا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللنظر ماسيا، انسيت لقاء الله والنحر والشرع ويوما عروسا تشرب فيه الدواقيا، لو ان المرء لم يلبس ثيابا من السترى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدور لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اذا يا راية الله رسلك، اذا يا خير الله ارسلك، اذا يا جهد الله سيري او سيروا. فليتقدم الصديق ليرفع الرايه
الوفاة. أنا أتقول أن هذا الموقف كان بمثابة القسوة الحقيقية التي شدت اتجاه التاريخ إلى هذا العملاق، إلى صديق الأمة الذي لم تنتهي بركاته على أمة الحبيب محمد. بل بعد موت رسول الله أنزل بعث أسامة ليؤكد القبائل التي اعتدت على قيود الدولة الإسلامية. ومن بركاته على الأمة أنه جمع القرآن بعد غزوة مؤتة التي مات فيها عدد كبير من استطلاق القرآن من أصحاب رسول الله. ولم تنتهي بركاته على الأمة، بل قبل أن يمحى الله اختار عمر بن الخطاب خليفة مكانه لهذه الأمة، وقال: إن قدمت عن ذلك بين يدي ربي أقول وليت عليهم أقواهم، أقول وليت عليهم أقواهم فيما أعلم. هل يشك الصديق يا أخوة؟ يشك أبو بكر؟ والله إن القلب لاشتبك، والله إن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء، والله لا أجد في قواميس لغة أهل الأرض بجميع لغات الأرض ما أستطيع أن أعبر به عن هذا الكون الذي أحياه. تشك الصديق، تشك أطهر رجل في الأمة بعد المصطفى، ما هذا السحر والهوان؟ ما هذا الكذب والهوان؟ وما هذا الرجل؟ يا رب ارفع نفسك غضب شانك، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. يشك الصديق ويشك عمر الفاروق الأولاد، عمر الأولاد، عمر الجواد، وشكل الفاروق عمر، وعمر الذي قدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة يا إخوة، إنها قدوة يا جمال الصحوة، تتمثل في عائل كبير. بركت الدنيا كلها على عتبة ذلك بأموالها وذهبها وسقوطها وسلطانها، بأموال مصر، بأموال مصر سجدت أو خضعت، كل هذه الزخارف تحت رجل عمر، تحت قدم عمر. فوالله ما تغير، بل قام وصرحها صراحا جميلا، وطلقها طلاقا لا رجعة فيه. قام ليجرأ عن الناس فتنها وشبهاتها ومضلاتها، وقام لينشر في الناس من هذا المتاع الدنيوي خيرا. ثم لما نصب يديه من على اهل هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل، قام ليستأنف سيره ومسره. انظر اليه، انظر، ستراه هنالك بعيدا ياجري تحت حرارة الشمس المحرقة تجيب الصخور والحديد والحجارة. وانظر اليه عثمان، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو الراجف القاتل؟ ولما دنا هذا الذي يجري، يا الهي انه امير المؤمنين، انه عمر بن الخطاب. وينادي عليك عثمان: يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين الذي اخرجك في هذا الجو الرائع. فاقول عمر، فاقول عمر، عمر الزاهد، عمر الورع، عمر التقليد الوحيد، عمر الفاروق الاول، عمر العدل يكون على بعير الجمل، بعير من ابن الصدقه. ندى عثمان الشرف واخشى عليه الضياع، فاقول عثمان: تعال الى السلم يا امير المؤمنين، وتعال الى النادي الخارج، وكلف احد عمالك لياتيك بهذا البعير الشارد. فاقول عمر: عد الى طيب، عد الى مالك الخارج يا عثمان، انت ستسال عنه امام الله يوم القيامه. انظر اليه فتراه هنالك في موت اخر، قد احنى راسه، تلك الرأس العظيمة التي تطاولت وراء الكعبة لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فكل أنت
ووضعت كواكب الجوزاء لتشرق من قبلها وهي تزوج رأس عمر، عمر يعني رأسه تحت فجر على نار مشتعلة، ينزف عمر لينضج نعمة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع. أو تراه هنالك يأخذ العادة، يأخذ زوجة أمير المؤمنين، يأخذ زوجة أمير المؤمنين. إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى أين تأخذ امرأتك في هذا الكون المظلم بالدار؟ نعم للمرأة المسلمة أضاجع كرب المخاض طبع ولا تجد من يساعدها، فيأخذ عمر امرأته لتساعد مسلمة من المسلمين. إنه عمر أو تراه هنالك يمشي ليتفقد أحوال الناس، صار إبلا سمينة عظيمة. فيقول عمر ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيقول الناس ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر وكأن حية رقصات قد أفرغت كل سمها في شوك عمر. ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر في دون نفس. فيأتي عبد الله بن عمر، ومن هو عمر؟ إمام الزهد واللائي، إمام الورع والشقى، قائم الليل قائم النهار. عبد الله بن عمر يأتي عبد الله واقف بين يدي والده، فيقول له عمر ما هذه الإبل يا عبد الله؟ تقول ابن طريقها يهزيلا بخان الزمان يا امير المؤمنين، ورفض طواف في السماء لترعى لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الملك والكتاب. فيرد عمر دخل مثل امير المؤمنين، واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، فتسمن ابله ويرضو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال مرني يا ابتي، قال انطلق الان فبيع الابل وخذ راس مالك فقط ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه، يا خالق عمر سبحانه. هل يصدق هذا؟ هل يصدق هذا؟ هل يصدق الذي قدم لأهل الأرض قدوة يجب على كل مسلم أن يفخر بها وأن يرفع رأسه؟ أنه ينسب لأبي بكر وينسب لعمر وينسب لعثمان وينسب لعلي. هل يصدق عمر؟ هل يصدق عمر الذي قال النبي في حقه والحديث في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر قال المصطفى ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. شهادة الصادق الذي لا صفة عن الهوى، ليست شهادة من هيئة لمصر ولا من هيئة الأمم ولا من منظمة مشروعة خبيثة ولا من نادي من أندية المجري أو ماسونية، بل إن الذي يضع هذا الوسام على قدر عمر هو الصادق الذي لا صفة عن الهوى. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال المصطفى اين انا نائم اذ رايتني في الجنه، راى الحبيب نفسه في الجنه يقول ورايتني الى جوار قصر والى جواره جاريه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر. عمر رجل، عمر رجل يغار. يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر فعرفت، يعني عرفت عن النظر الى الجاريه الى جوار قصرك. فبكى عمر وقال او منك اغار يا رسول الله، او منك اغار يا رسول الله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أين أنا نائم إذ غلط علي الناس وعليهم قمص جمع قمير، منها ما يبلغ الحلية جمع ثدي ومنها ما دون ذلك. يقول إذ غلط علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، وعليه قميص يجتره. قالوا كما أول شهر يا رسول الله؟ قال الدين، قال الدين. عمر خلقا لسلطان الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال اين انا نائم صلى الله
يقول المصطفى: ثم اعطيت فضلتي اي ما تبقى في القدح من الشبه لعمر بن الخطاب. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. واختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده اسوة من قريش يحدث له ويستكثر له عالية اصواتهن على رسول الله. فلما استأذن عمر هن يستدرن الحجاب، تركن مجلس النبي وكن يستدرن الحجاب. فدخل عمر على النبي والنبي يضحك يبتسم، فقال عمر المؤدب: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك الله سرورا. ولم يقل: لماذا ضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال المصطفى: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يحدثنني ويستكبرنني عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتك كنا يقتدرن الرجال. فقال عمر للنبي: انت احق ان يهبنا يا رسول الله، انت احق ان يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر الى النسوه وقال: اي عدوان انفسهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمراه لا يكونها لسانها في مثل هذه المواطن. فرد النسوه على عمر وقلنا: نعم، انت اصدق واصدق من رسول الله. فقال النبي لعمر قوله: يا لها من قوله. قال المصطفى: اوهم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فشا، اي تمشي في طريق، لتركه لك الشيطان وسلك فشا غير فشك يا عمر. يا خالق عمر سبحانك، هذا ما استطيع ان اعلق به. يا خالق عمر سبحانك، والله ان من امن في امس الحاجه الى عمر ليطهر شوارعنا من الشياطين التي منعتها. والله لو راك الشيطان سالكا فشيا فتركه له وسلك فشيا غير فشك يا عمر. ان يسب عمر، عمر الذي اتى كسرى، عمر الذي اهان قيصر، عمر الذي اعز الله عز وجل به الاسلام قديما وحديثا. عمر يسب عمر: انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. وهل يسب عثمان؟ وهل يسب علي؟ اكمل بعد جثه الاستراحه، فاراني قد اصلت وهذه عقارب الساعه تطاردنا. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجزي عنا اصحاب سيد الرجال خيرا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، واي سبع عثمان بايجاز شديد، وساكتفي بحديث واحد لكل صحابي جليل ممن اود ان اتحدث عنهم الان. هل يسب عثمان الحي التقي المريض وصاحب الهجرتين والمصلي الى القبلتين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان الكريم المعطاء الذي ما تعرض الاسلام لعصمه الا ووجدت تلك العصمه عثمان المعطاء يجود بكل ما يملك بمنتهى الجود والكرم والسخاء؟ عثمان الحي الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه ان ابا بكر استاذن يوما على رسول الله في حجره عائشه وقد اضطجع النبي على يمينه وكشف عن اخذه اوتاره، فاذن النبي لابي بكر فدخل الصقيق فكلم النبي والنبي على هيئته لم يتغير. ثم استاذن عمر فاذن النبي لعمر فدخل فكلمه وانصرف والنبي على هيئته لم يتغير. فلما استاذن عثمان على رسول الله جلس النبي وسوى عليه ثيابه واذن لعثمان فدخل فكلم النبي
عائشة المنصرف ففضلت عائشة الفقيهة لمثل هذا، وقالت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه، فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له، فقال النبي يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. عثمان الذي وسع المسجد، عثمان الذي اشترى بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي ما وجد أزمة تعصف الإسلام إلا وقف بكل جود وسخاء وجرأة. يسب عثمان رضوان الله عليه المبشر بالشهادة والمبشر بالجنة من كلام النبي الذي لم تطع عن الهوى، ثم أن يشق عليه بشكاك شديد والله خشية الإطالة، أن يشق عليه رضوان الله عليه وأرضاه، علي لن يغفر يوما، يغفر علي يوما لأن يبقى. فقال علي: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر لي نبي يشفي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن ضمح، وبنت محمد سكني وزوجي، نموق لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولداي منها، فايكم له سهم كسهمي. علي الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف القبول، والذي ظهرت مكانته يوم خيبر عند الله وعند رسوله، فقال النبي والحديث في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح في رواية مسلم يقول عمر: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها، ما تمنى عمر أن يكون أميرا إلا في هذا اليوم، لعله ممن قال النبي فيهم ويحبه الله ورسوله. يقول: وفي الصباح شكت سكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن هذا القائد الذي سيفتح الله على يديه والذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ فبحثوا عنه، قالوا: ما أتى اليوم يا رسول الله؟ قال: ولما؟ قال: لأنه يشكو وجعا في عينيه. قال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه فشاء علي، فمسح النبي عينيه ففرئ وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه راية وقال: انطلق. فقال: على ما تقاتلنا يا رسول الله؟ قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي لفظ البخاري: فلأن يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم ايها الاحبه، حب النبي على الانسان مضطرب، وحب اصحابه نور ببرهان. من كان يعلم ان الله سائله لا يرضين ابا بكر ببهتان، ولا ابا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفه عثمان بن عفان، ولا عليا ابا السبطين نعم الفتى، وصى به المصطفى في سر واعلان، فهم صحابه خير الخلق خصهم الاله بجنات ورضوان، واخيرا هم القدوه نعرف لهم قدرهم. ايها الاحبه، قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول ابن مسعود: ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم غير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه غير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. واختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث العراق بن سريع، قال: وعظمت
أعطانا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا لأنها موعظة موجهة فأوصنا يا رسول الله، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب نبيك المصطفى، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اصلح اقلام الآبدين والمفسدين، اللهم اصلح اقلام الآبدين والمفسدين، اللهم اصلح اقلام الآبدين والمفسدين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب لا تدع لاحد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وكفرته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا نصرا واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين، يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن، والغلاء والوباء والفناء برحمتك يا ارحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين. ايها الاحبه الكرام، ارجو ان لا ينسى اخواننا واحبابنا الحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى، فليسال وليرحم اخواننا عن الاخوه القاتلين بجمع التبرعات لهذا المركز، واسال الله ان يجعل هذا في الميزان حتى لا تكون يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقلب صحيح.